تحية طيبة وعيد أضحى مبارك لجميع الأصدقاء والصديقات اللي عيدوا بجميع أنحاء العالم العربي والإسلامي. في موضوع مهم بالنسبة للبلديات الصغيرة والمتوسطة اللي ما عندها موازنات مالية معتبرة وبدها تحاول تعمل نوع من التحول الرقمي أو نوع من التحديث. هذا الموضوع يتعلق بأنظمة المعلومات الجغرافية GIS. يعني اليوم GIS بيسمح لك أنك تروح تسقط علامات مرافق عامة، أماكن، صيدليات، مخابز، أماكن اقتصادية، علمية، ثقافية على الخرائط الجغرافية بطريقة ممكننة. اللي ما عنده خبرة GIS فيقرأ عنه شوي، فيقرأ عن أنظمة المعلومات الجغرافية. هلأ تركيب نظام معلومات جغرافي ببلدية صغيرة يمكن يكون أمر صعب، لأنه بده يكون مكلف وبده كمان خبرات. اليوم في حل سهل بتقدمه جوجل مابس، أما أوبن ستريت ماب، أما كل هالخدمات الموجودة أونلاين اللي بتعطيك خرائط رقمية. اليوم فيها البلديات الصغيرة اللي ما عندها إمكانات إنها تستغل جوجل مابس أما أوبن ستريت مابس لحتى تعمل عدة مواضيع في نفس الوقت. أولا ممكن تقسم البلدة لزون، لقطاعات أما بلوكات تستخدمها على أساس الجباية، على أساس الصيانة، أما على أساس تراثي وثقافي، فبتقسم البلدة لزون. هذه الخاصية بالجوجل مابس هلأ موجودة، فيك تعمل أنت ماب للبلدة اللي عندك تكون خاصة فيك، تفتح أكاونت على جوجل وتعمل ماب خاصة فيك وتروح تسقط عليها الزون. هلأ تحديد هذه البلوكات أما هذه القطاعات بدها تكون مسؤولية لجنة معينة في البلدية، بدها تروح تعمل تقسيم على أساس إنساني، على أساس ديموغرافي، على أساس اقتصادي، على أساس الأرض وغيره من الأمور. أما على أساس أمور مالية وجباية مالية وصيانة كمان، فبتروح البلدية أو مجلس البلدية بيحددوا هذه البلوكات، هذه القطاعات. يمكن ينزل واحد على الأرض يجيب معه الجوال ويوقف حد كل نقطة معينة لكل زون، ياخذ الإحداثيات ويروح يدخلها على الجوجل مابس. هون بالمستوى الأول بتكون البلدة حددت الزون، عملنا زونينج لهذه البلدة وبحل غير مكلف كليا ومتوفر حاليا. بعدين فيها تبني البلدية أما البلدة طبقات، فيها تبني طبقة افترضنا المرافق العامة، فيها تبني طبقة الصيانة، أماكن الصيانة، خلينا نقول فيها تبني طبقة الأعمدة الكهربائية، وفيها تبني طبقة الصيدليات والمدارس وغيره من الأمور. هيك بيطلع عنده كمان المجلس البلدي نظرة جغرافية أين تتواجد هذه الأماكن في البلدة. هلا كمان البلدية فيها تاخذ الموضوع أكثر من هيك، إذا كان في عندها حدا مبرمجين متطوعين أما حدا يقدر يشتغلها موبايل أبس، في من الممكن يكون عامل الجباية أما عامل المالية عم يتحرك بزون معين والأبليكيشن عم تحدد له إذا أنت عم تتحرك ضمن هذه الزون أما خرجت من هذه الزون، وبتحدد له مين هني الأماكن اللي بده يعمل منها جباية وغيره من الأمور من خلال موبايل أبليكيشن. فهون عم نحكي عن استغلال نظم المعلومات الجغرافية اللي موجودة حاليا. طبعا نظام المعلومات الجغرافي مثل ArcGIS وMap Info هول بيقدموا لك إمكانيات أكثر، ولكن اليوم الإمكانيات المتوفرة بشكل مجاني بالتأكيد بتعطي حلول سهلة وفعالة ونافعة للبلديات الصغيرة. فهذا أمر كتير مهم للبلدات الصغيرة أنه يروح يتعلم الواحد كيف يستغل إمكانيات الخرائط الرقمية لحتى يبني كل هذه الهياكل المكانية لبلدته.